نبيك الصفر كيسا كلو ودافكري يعني أرهن كاس وحا سوق بيو صوشة يا جاي من صفر نبيك الشركة كلها صلى الله عليه وسلم أقول لسي علي أقول له أرنجي ري ميسرة وأدون كي خليجاء أيا يرى أنا إن دهيك كواركي ضروطة النبي هوسيني صلى الله عليه وسلم وهذا أرهن كان يابك له ما يلذي كيو يحببه النبي جعليك صلى الله عليه وسلم إلى خديجة خديجة جعليك حتى خضبت إلى خديجة هو النبي يقدونتي صلى الله عليه وسلم لنفسها إلى نفسه ذا يقدونتي وتيقنت أي هبستي أن له النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل مستقبل كدحي تشأن للوصول نابي أي هبستي ووحى خديجة يعني كوكا لسي إلى أي النبي عليه الصلاة والسلام أي دونته وأي ضلبته مركي أدون كيدو أشيغو يري وحن عجزاها كو أركي النبي عليه الصلاة والسلام وحن عجزاها كو أركي مركو يري مركاتي أغاتي إن وحب وين والله صلى إسبح الدونه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إذا ولي بحل قاس النبي وصنعين أو ولي قرآن كان لقصه الدجين أي درين تقف عقلي بضن أيه ولذلك سيدة استرتيت لما جاءت مركي أتمد النبي عليه الصلاة والسلام النبوة النبي النبي كانت خديجة وحيد أسرع الناس ذلك مدة جد جدك تبغن إيمانا همين به النبي الله همين صلى الله عليه وسلم مركي النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله قد جاي وقرآن كوكسو قد جاي وحي نغطي قفكي وقوه الرئيي النبي محمد همين صلى الله عليه وسلم ولم تنتظر من أي سنسوغن آية علامت علامت داس أخرى كلا علامت داس زيادة زيادة علامات الذي كي زيادة علمت خديجة هما يغاتي او من مكارم الاخلاق بقى مدى وناكسنا يوما يلذي كي سمعت هما خديجة اي مغشو من خوارق الآيات عادوين كوحيالو دي الله عيو خلافتنا وحيالي هورا اي اصو عركتي خديجة ومعجزوين كي اللياب كليها النبي يكو اركي جرتي عليه الصلاة والسلام انت اصا ايقو فلانيت معجزك رأي انت رسولتها على ملك هالي ايو ما ايسان عرم انت اصا ايقو فلانيت ومن منن منن الله إلهي قلبيه في حكمه عليه رسول كان وكو قلبيه صلى الله عليه وسلم ما يلذي في حكمه كان وها نبي عليه الصلاة والسلام يسمعه ما قاسمد مغلى ومن السلام السلام فيه عليه نبي قدشيسة لسلامه صلى الله عليه وسلم من الأحجار بقى حقه حال سلامته وكاهتي والأشجار قيده حقه حال سلامته وكاهتي وحوح الله يابا وحيالهم عجزين كا النبي عليه الصلاة والسلام وقوق الله ليسوا حكم لها بقي أصوى أقم ربا والسلامها جيدونا والسلام كريم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله فكان وحوها النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج لحاجتي بنتي سمركو أبوحو أبعد وافو غنجري حتى لا يرى بناء في واحد بسماء وصنو أركن بسمها بن يحافظ بن إلى أكفو قادو مركو كاريئيو وملاها كسو قدن هايو وكفو قادر بالشرف ويفضي وحقار جري الى الشعاب بهلها وبدون الاودية بيا مرينة علوشه ملاها بيا مرينة وضركتين وملا قدد ملاها سو كلب ومجري نبي عليه الصلاة والسلام كاريئي مركو يقفتان فلا يمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بحجر داقح ولا شجر قيد الا سمع وحو مغلاه نبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وقال والبك مغلي يا نايح والبك مركو مالها الدور دور كآله وحاجة وكسو قدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا بيحانتي لي خيالها معجزين كلا إلهي سبحانه وتعالى وككرامي نبي أني كمده صلى الله عليه وسلم وكان وحوها النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت ندم الاعتداء عن يمينه وشماله مدفتي سيد بنحدي سوفيري جري ورياك السلام عليه وخلفي قداشي سنة وامر اعسن جري فلا يرى احد قف مع اركاه السلام عليه ما يحدا يلا ميراه كتال تالا هي قيدها ما شكو يا الله ايا سلام عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد حدث بذلك ارهن كانت عن نفسه نفسي سوى اغشي كي النبي عليه الصلاة والسلام وامام مسلم صحيح سكوري احاديث صحيحة كسر ورتي والنبي عليه الصلاة والسلام وكل شيء قيد نجح له مكة إلي السلام يجري النبي عليه الصلاة والسلام وحل يابله
meesha dhagaxda magaalada maka ay nabiga ay yaa rasuulallaahi leeyihiin oo rasuulnimo ay u karsan yihiin oo ay ka salaamayaan bini aadam fara badan oo magaalada maka joogana ay nabigaas lagaadinayaan oo ay dhibahayaan oo ay caayohayaan oo ay dhagax tuurahayaan oo dhiiggiisa sharafta le ay daadinayaan. Dhagaxdiina way jeclaatay oo way salaamayaan, dadkii caqliga lahaana way ka didayaan oo way ka cararayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam. وليس في ذلك أرنكاس كبير إشكال إشكال وين كنا سبنا يعني وحا الله يعتماها بقح سيء هدلا معرب وليا وكو هدلو مدرين وليا وكو قرطو إنو رسولك أقمر صلى الله عليه وسلم يعني وحا تكسا كستها سماء فقد تخر الجمالات وحيالها أن روح على هيل إلى هيوة أسخري للأنبياء النبياشة نبياشة سو قبله نبي كهري صلى الله عليه وسلم. فعسى موسى وشي النبي موسى التقمت وحي اللقضي ما يلدي في صنع اي صنعيين سحرة فرعون ساحرين في فرعون وحي اي سمعيين وشي النبي موسى اي اللقضي بعد ان تحولت مركي وشي اسكوب الدشي كبعدي حية ابيسو ابيسو تسعى سعانيس يعني ارمان ارمان او كال اللمغة waxay ka dhici jireen ambiyadii hore oo nabiga ka horeeyay sallallahu alayhi wasallam. Leana waxaad garanaysaa wixii nabi muuse markii saaxiriintii ay sixirkoodii soo daadiyeen wixii intuu dhulka ku dhuftay abeeso weyne intay noqotay laqlaqday wixii sixirkaayo dhulka ay ku yaaciyeen waa ul yaa u sheegay inay wax laqdo yaa u sheegay inay abeesa noqoto yacni waxyaalaha aan ruuxa lahayn إلهي سبحانه وتعالى وحو ربو الدرين سينكرا مركا هلا ياغن باقح عن إنو إلهي انتو الدرين كو أبورا إنو النبي السلام صلى الله عليه وسلم. ثم رجعت وشو إلا بطي كما سيدي كان بأيه سيدي مركا ورأي أهيد أي سيقال الله ولما ضرب بها مركي وكقر عي أشاس الحجر باقحي نبع منه من الحجر باقحي وحكسه برقدي الماء بيه اثنتي عشرة لبيه طبن عليهين عينا من عين الى بقي مركي وكل في اشي وتي نبي موسى صلى الله عليه وسلم لبقي طبن الى الضياء اي كسب برقلي وقبائل في هرب اسرائيل او كيف سمع لبقي طبن قيبون قيب والباء الجوريئه اي كنت اهدي ويعرف لكل سرد قبيل كستوى حوصي نادي قبيل كسر من أصباد بني إسرائيل قبائل كهرب بني إسرائيل كمل عين إلجارة قبيل كسر إلجارة في سؤالي ويسكع على هي وكذلك سلاسة غيره نبي غير كيس صلى الله عليه وسلم وها من الأنبياء سخر الله لهم أنبياء إله وحوص سخر الماء الذي كشاء ودونا ومن واع الجمادات وحيالها نروح على هين أنواع ذا أي أنبياء إله أسخر جلي لتدل في وحيالات أن روح علينا يتصيان العقلاء ذاتك عقل له على عظيم قدرهم أنبياء الشرف كله وين سيؤتصيان وخضارة شأنهم أنبياء الشأن كله وخطر له سيؤتصيان يعني وحا داق حيالك أي الله هذا الله النبي عليه الصلاة والسلام ونبي موسى أشيس أبي سيس هو بدليس وحوي ذاتك إنا قراب يا شام ويكون عبرقاتان إن أنبياء أهرم كود وآد ويهي وإلهي أكتف سبحانه وتعالى درجة يقيم وين أي كل يهم تبشير التوراة به هذا مثل تبشير التوراة وكتاب في التوراة بشارين تيسي به نبي وكو بشاري صلى الله عليه وسلم عتب كما حنوضها لنا ولا ليال كتاب كتبتي هوري ee qur-aanka inna ka horeeyay sida tawraad iyo injiil ayaa tilmaamay oo taariikh ahaan u qoray nabi maxamed inuu soo bixi doono sallallahu calayhi wasallam oo wax la yaab leh marka kitaabka tawraad waxaad garanaysaan waa kitaabkii nabi muuse ilaahay uu ku soo dejiyey kitaabkaas ayaa ka taariikheeyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qiimaha uu leeyahay oo ugu baaqay ummaddu hadday gaaraan inay rumeeyaan أنزل الله التوراة
إلهي وحسود دجي توراك على موسى نبي موسى يكسود دجي محتوية عليها توراد مت كوبيس على شرايع شرعيين أي كوبيس التي شرعيين كاسر تناسب أهل ذلك أهل ذاك كاس أهل كيس مناسب واحد كاس الزمن الزمن زمن والبشرع أقارا وضد كاس كل الوقت قاعد بحدي يس مناسب واحد أي إله سود دجي شرعي مناسب كاس مركز توراد وحقوق ورنا شرعي مناسب واحد شعبك هل قاسم الله ونوه فيها توراد بحجة إلهي وحكويني بذكر كثير إن بضن شيء جده إلهي كويني كتاب كتوراد انت أصبضنا من الأنبياء كاملة الذين أنبياء سوى علم الله إلهي وقالي أنه إلهي سيرسلهم أنبياء إنه صادر الدونه رسول بضن يا أنبياء بضن وإلهي صادر الدونه أي توراد لغوص هذا القالي لغنا أماني توراد بحجة فمما أي الذي كي وحاكم إذا جاء فيها توراد بحجة كيمت تبشيرا لأجل تبشير بشارين برسولنا رسول كان اللغو بشاري صلى الله عليه وسلم رسول كان الكريم وراكنا خطابا لغو بشاري لأجل خطاب لسيدنا موسى سيد كان موسى للاحد الله عليه السلام أيضا النبي موسى للاحد الله أي النبي عليه الصلاة والسلام لغو بشارية توراد بحدد وحنا كمل هذا الذي توراد سيدنا يقرر توراد وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوتهم وأجعل كلامي في سمه ويكلمهم بكل شيء آمره به ومن لم يضع كلامه الذي يتكلم به باسمي فأنا الذي أنتقم منه فأما النبي الذي يجترئ علي بالكبرياء ويتكلم باسمي بما لم آمره به أو باسم آلهة أخرى فليقتل وإذا أحببت أن تميز بين النبي الصادق والكاذب فهذه علامة كأن ما قاله ذلك النبي باسم الرب ولم يحدث فهو كاذب يريد تعظيم نفسه ولذلك لا تخشى هذا الكتورات ثلاث أيها هذا الكاتب معنيه فيها وصوف مرضا بان اقيم اللهم دسك وحان اسو استاجين دونا نبي النبي نبي قاسو مثلك اذيق او كلاه نبي مصوف سيدا اذيق الدين تاعد افافنا اسو نبي الدين تاعد افافنا ايان صدر دونا من بين اخوتهم ولا له ذا بحضو ذا بدكاس ولا له ذا بحضو ذا انكسو جوجين دونا النبي قاسو بلشدا وكسو جيدو وولا له ذا ينكسو بحصار دونا واجعل كلامي هذا الكيغ وحكي لدونا في سمه افكس يعني هذا الكوكو هذا لايو وانيغ هذا الكيغ ايا لولجيدا ويكلمهم النبي قال سيدك وكل هذا لدونا بكل شيء وحوالبا كاسو امره ان امر ايوه النبي عليه الصلاة والسلام به ما قال وحوالبا وانوغو ان امره ايو دك اسي قدبين دونا ومن لم يدع كلامه النبي قال هذا الكيس وقف كان ابيعين الذي هذا الكاس يتكلم به هذا الكاس وكهد لا يبسمي أنا جم مجيء وكهد لا نبي قاس أيوة الله لي قفك أداعي وهاي فأنا أنو الذي كي أيانا هاي أن تقدم منه شخص يا كأربدن دورة قفك النبي قاس أن صوب برايا أو مجيء وكهد لا هي أداعي وهاي أنا كأربدن هاي لي الله فأما النبي النبي الذي النبي قاس يشتري عليا كركي كدي رهايا بالكبرياء إسلويني يقول دي رنعية لكن واحد جيري دونو ألا ليه كتاب كتورات كله يهي بدل نبيال شيغان دونو نبيال بين بينا اسكا شيغان دونو سيدا مسيلمة الكذابي أسود العنسي إيو سجاحي إيو طب بدل نبي نما شاكتي مركا دكا إسلويني أنيغا إنتا يقول دي رنعية نبيال بين بينا شيغان هاي ويتكلم باسمي أنيغا مقعينا كوهد لايا بما شئنا كوه الله شيئا سولم أمره الشخص به شيئا أنا أمرين وحانا أمرين أمدي وشيئا أو باسم آلهة أما مقع إلهي الكوه بلايا إلهي شخص أخرى كلا فليقتل هل الدلوكا مدي يعني بهاية إله السودري مقع إلهي الكوه بلايا أما إلهي الكلو أصنام إيا مقع إذا كوه بلايا وهدنا أنه أنا سودر سنة الدين شيئا دلوي رأله سبحانه وتعالى كتاب كتورات وكويري مرتبه هذا الكاس على جفاف مقفتي النبي نفسه يكتا ان شرعي ويهي ان للدلو
نبي النبي بين بين قفك الشيكتا دلوا لي وإذا أحببت هدي أرجع لاته أن تميز بين أذكر السعودة بين النبي نبي قد حديثة نبي قاتو الصادق فنت الشيكاي هي ولك هذه نبي قد بينت الشيكاي نبي قد فنت الشيكاي يكن بين بينتا إن أذكر قراته هدا دوني جي. فهذه تنع يا علامتك علامة هذا تنع علامك علامة كسينها يا أهل لي نبي قد فنت الشيكاي يا نبي قد بينت الشيكاي علامة لغوك لقران كرو أيام كسينها يا أهل لي أنما الذي في قاله ما قاس ذلك كاس ويراه كاس النبي النبي باسم الرب ما قع ربك وكيره أو ولم يحدث عن إيمانين هدنا وحي النبي بنت وشيغه أو ويرا وحاسا إيمان دونا سنة كساسة على يعني أغبش ساسة على الرابع إيمان دونا أو هدنا فاكي عن إيمان فهو كالب بيان عليه لأنه النبي بيان ما شيغه سحلا يريد وحدولا يا تعليم نفسه نفسي سأ وينين تيدو دونها ولذلك سيداس او نفتي سئلو وينين يو دونها لا تخشى كبقل الدل نبي يعني بين ابو رسكا على مدي سوحيتهاي وحبا دعا هيو ليهاي منا دعا يانو حاس مركا يعني كتاب كاس ونفتي كسو اروري قيب تاس التوريد وحانا سعد ايو قيحيسا ان نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام اخر زمان كالهي وصوف صاري دونه عشر كان نحل جمهور علي أنت أي كل سنة يا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.